بعيد أقصى العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس حار في أغلب المناطق، يكون شديد الحرارة في مناطق أخرى، بينما تستمر زخات المطر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا عموم منطقة جنوب الجزيرة العربية ومنها جنوب المملكة وجنوب منطقة الربع الخالي ومنطقة نجران. أيضا رياح نشطة في عموم السواحل الجنوبية من البحر الأحمر تشمل الليث وجازان. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار الغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة الربع الخالي وإيضا المناطق الوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض. هي عبارة عن بقايا لرطوبة تدفقت من منطقة بحر العرب وانتشرت في طبقات الجو العالية فوق الجزيرة العربية، بينما ساد طقس صافي وخلت سماء المنطقة الشمالية والغربية من الغيوم. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجة الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الثلاثاء وحتى الخميس. يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية، وبالتالي يسود طقس شديد الحرارة ومرهق في تلك المناطق خلال الأيام القادمة. درجة الحرارة تكون أقل بقليل في المنطقة الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من الثلاثاء إلى الخميس. نركز هنا في منطقة سواحل جنوب البحر الأحمر، تحديدا من منطقة الليث ووصولا إلى جازان، حيث تهب رياح شمالية غربية. هي رياح موسمية تهب في مثل هذا الوقت من العام، تكون نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على تدني الرؤية الأفقية خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر اعتبارا من الثلاثاء وحتى يوم الخميس، وربما تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع تسجيل 31 درجة مئوية كحرارة دنيا عفوا. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، هناك طقس حار يبقى يسيطر على العاصمة الرياض. الثلاثاء تسجل 44 درجة مئوية، أما الصغرى 32. الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة 45 درجة مئوية، أما الصغرى 32. أما الخميس تنخفض قليلا درجات الحرارة مع تفرق لبعض الغيوم العالية 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.